ده زي ما انت شايف دي كلها وحدات تبريد، وده ودي جايه من بنما. بنما دي في بين امريكا الشماليه والجنوبيه، وتيجي على جورجيا، ومن جورجيا بقى انا باخدها من هناك واجيبها هنا، بتاخد لها حوالي 6 ايام على الطريق، حوالي 2500 ميل. ولسه يعني لسه دي اول وقفه، دي اول وقفه، دي اول موقف. يعني هنا هياخدوا هنا حوالي 9 وحدات زي ما انت شايف كده، هياخدوا 9 وحدات والباقي هيروح على لوس انجلوس. انت هنا في كاليفورنيا، كاليفورنيا الحرارة قاسية، كل شيء هنا مبني على الفلوس، على التكنولوجيا. لو معكش تكنولوجيا ما تقدرش تعيش. وده زي ما انت شايف اير كونديشننج اند هيتنج سيستم، يعني ده يبرد ويسخن.